مرحبا بكم مشاهدين إلى هذا الموعد الإخباري، والبداية بالعناوين. المنتخب الوطني يخوض أولى مبارياته مساء اليوم ضد نظيره الإنجليزي في مقابلة كأس العالم لكرة القدم. أكثر من 30,000 مترشح يشرعون في إجراء اختبارات مناظرة ختم التعليم الأساسي العام والتقني للسنة الدراسية الحالية. مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة يعرب عن قلقه من التصعيد العسكري في اليمن ويدعو لتشكيل لجان دولية للتحقيق في الانتهاكات في عدة دول. أهلا بكم. إذن الحدث اليوم في تونس رياضي بامتياز، حيث يسعى المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم لتحقيق انطلاقة موفقة في مونديال روسيا عندما يواجه اليوم نظيره الإنجليزي في مستهل مشواره بالمجموعة السابعة في مواجهة تعني الكثير لنسور قرطاج الساعين في خامس مشاركة للإطاحة بمنتخب إنجليزي عائد بقوة إلى الواجهة العالمية. تتجه الأنظار عشية اليوم صوب الفولغوغراد أرينا، أين يستهل المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم مشاركته في مونديال روسيا بملاقاة نظيره الإنجليزي لحساب أولى جولات المجموعة السابعة، وفي لقاء يعيد إلى الأذهان مواجهة مونديال فرنسا قبل 20 عاما، وقتها أبلى المنتخب التونسي البلاء الحسن قبل أن ينهزم بثنائية النجمين شيرر وبول سكولز، وها أن القرعة تضع المنتخبين وجها لوجه بعد عقدين من الزمن من خلال تركيبتين مختلفتين. فالمنتخب التونسي العائد إلى المونديال بعد 12 عاما وبعد 4 مشاركات لما تعدى خلالها الدور الأول يسجل حضوره من جديد في خامس مشاركة في مونديال روسي يبدو واعدا، بعد أن طفت على السطح منتخبات تسجل حضورها بقوة لأول مرة على غرار المنتخب الأيسلندي، وأخرى تكذب كل التكهنات على غرار سويسرا والمكسيك. ويحمل المنتخب التونسي أمل العربي والأفارقة إثر نكسة كل من السعودية ومصر والمغرب وسوبر إيجلز منتخب نيجيريا في انتظار مواجهة السنغال وبولونيا، وسيكون لزاما على العناصر الوطنية التونسية وبتركيبة آثر الإطار الفني بقيادة نبيل معلول أن يكون أغلبها تونسيا ولكن من خارج الديار، أن تكون اليوم ندا أمام منتخب إنجليزي زاخر بالنجوم وعائد بقوة إلى الواجهتين القارية والعالمية، وعازم على استعادة مجده الضائع بقيادة فنية لنجمه السابق غارث ساوثغيت الذي سيواجه تونس مدربا هذه المرة بعد أن واجهها لاعبا قبل 20 عاما. في المقابل سيعاول المنتخب التونسي على الانتعاشة القصوى للاعبيه والأجواء الرائعة لتحضيراته التي تخللتها مواجهات ودية نالت الاستحسان آخرها أمام الماتادور الإسباني الفائز بصعوبة ليكون آخر اختبار ودي قبل الجديات، اختبار أبرز مكامن الداء وكيفية التعامل مع العضيات الصعبة في لقاءات لا تقبل القسمة على اثنين. وينضم إلينا مباشرة من روسيا موفد التلفزة التونسية أنيس الماجري. أنيس مرحبا بك، إذا لو تعطينا فكرة عن تركيبة المنتخب الوطني التي ستخوض المباراة وأجواء استعدادات عناصرنا الوطنية لملاقاة المنتخب الإنجليزي. أعطينا لطول، أعطينا. أنت في المباشر، أنت في المباشر أنيس، تفضل. مرحبا ليلى، تحية لك ولكل متتابعي القناة الوطنية الأولى مباشرة من مدينة فولغوغراد بروسيا. هذه المدينة التي ستحتضن مباراة المنتخب الوطني الأولى ضد المنتخب عتيد وعنيد والمنتخب الإنجليزي المرشح لنيل هذه الكأس العالمية. بالنسبة لنسور قرطاج كانت استعدادات كبيرة وكبيرة جدا، كانت كل الأمال واضحة. أبناء نبيل معلول كذلك الإطار الفني كان أظهر استعداد كبير لهذه المباراة، لكن أخبار ليس بالجيد كنا سمعناها البارح بالنسبة لعلي معلول البارح، يعني في ساعة متأخرة من الليل كان ببعض الأوجاع ربما قد تبعد عن تشكيلة اليوم. كل شيء وارد بالنسبة لمباراة اليوم، إن شاء الله تكون يتعافى علي معلول صبيحة هذا اليوم ويكون حاضر في التشكيلة الأساسية لنبيل معلول
وفد المنتخب الوطني سيغادر الإقامة الساعة 7 بتوقيت روسيا، المباراة الساعة 9 يعني 7 بتوقيت تونس. تشكيلة تقريبا كما قدمناها البارحة في نشرات الأخبار وفي برنامجنا الرياضي على التلفزة الوطنية بشكل حصري، التشكيلة تقريبا وضحت مع تكون على النحو التالي: في حراسة المرمى معز حسين، على اليمين ديلان براون، على اليسار علي معلول، في محور الدفاع كل من ياسين مري الفرجاني ساسي، قدامهم انيس البدري كلاعب دفاعي يعني اعاده اكثر الهجوم. على الجهه اليمين فخر الدين بن يوسف باش يكون حاضر في تشكيله اليوم، على الجهه اليسار نعيم السليتي وكراس حربه، وهبي الغزري ساسي وهو المفاجأة اللي ينتظرها كل الجماهير التونسية. بالنسبة للجماهير التونسية كانت حاضرة بأعداد غفيرة، تقريبا ننتظر اليوم أن نشاهد جماهير تونسية أكثر من الجماهير الإنجليزية، بما أن لم نشاهد بكثرة يعني الجماهير الإنجليزية حاضرة في مدينة فولغا. التونسية كانت حاولت تقريبا وكبر تحذيراتهم واستعداداتهم أيضا لمتابعة المباراة الأولى للمنتخب الإنجليزي. كثير من هذا المنتخب يعني جماهير جاءت من أوروبا سواء من الدول العربية وحتى تونس، وإلى اليوم رحلات الجماهير التونسية حظ المنتخب التونسي في هذه تاريخية كبيرة في الحقيقة. ستالينغراد هذه المدينه، لكن ما بعد اصبحت فولغا جراد طبعا نسبه لاكبر نهر، طبعا هو نهر الفولغا. ان شاء الله تكون نعم. موفد التلفزة التونسية أنيس المجري شكرا لك، وأكيد لنا متابعة لهذه المباراة على التلفزة الوطنية، وحظ موفق لعناصرنا الوطنية. وفي الشأن التربوي، انطلقت اليوم اختبارات شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقني النوفيام لدورة 2018، دورة ترشح لها أكثر من 30,000 تلميذ وتتواصل على مدى 3 أيام. كاميرا الأخبار واكبت أجواء اليوم الأول من الاختبارات في المعهد الثانوي فرحات حشاد بمدينة بنزرت. بمادتي الإنشاء العربي والإنجليزية انطلق إجراء أولى اختبارات شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقني، اختبارات استعد لها أكثر من 30,000 مترشح يتناظرون على 3,150 مقعدا بالمعاهد النموذجية. حضرنا محاور الكل وإن شاء الله بقدرة ربي لبس. تبا متفائلين بالدبارات، أما خايفين شوية على اللنس. كاو. عملنا اللي علينا نبقى على ربي. شوية ستريس، ما إن شاء الله سوف نعدي ونشحن بقدرة ربي. بالتوصية والدعاء سحب العديد من الأولياء أبنائهم. قلت لهم أخدموا في عقلكم لباس بقدرة ربي، هما متميزين إن شاء الله يجيبوا رواحهم. معطي توصية به وإن شاء الله معناتها تحاول كيفاش تتعامل مع اللي زيك زمان، تحاول كيفاش تنسق في أفكارها ما تدخلش بعضها. الله في المتناول إن شاء الله بالنجاح. بنجاح الجميع ويوفقهم يا رب الكل. تحجير اصطحاب الأجهزة الإلكترونية إلى مراكز الامتحان إجراء تم تذكير المترشحين به، وقد أعلن وزير التربية حاتم بن سالم خلال متابعته سير انطلاق الاختبارات بالمعهد الثانوي فرحات حشاد ببنزرت عن التقييم الإيجابي لهذا الإجراء. العملية متاع تحجير كل الآلات الإلكترونية وخاصة معناها البورتابل كان عندها أثر جيد جيد جدا، والتقييم متاعنا تقييم إيجابي، وعدم دخول المراكز مراكز الامتحان من طرف التلامذة بالموبايل متاعهم أعطى نتائج هامة باش نواصلوها إن شاء الله، باش نقيموها وباش نواصلوها. ويتواصل إجراء اختبارات شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقني إلى 20 من شهر جوان الجاري، على أن يتم الإعلان عن النتائج في 4 من شهر جويلية المقبل. وفي ولاية قفصة فتح اليوم 11 مركز امتحان أبوابه لاستقبال المشاركين في هذه المناظرة الوطنية، والذين يبلغ عددهم في هذه الولاية نحو 1047 تلميذ وتلميذة. عازمين على النجاح والتفوق توجهوا إلى مراكز الامتحانات مصحوبين بأوليائهم الذين خير بعضهم عدم المغادرة والانتظار حتى نهاية الاختبارات. حضرت وإن شاء الله الامتحانات تكون في المتناول، حتى أنا 15 معدل، إن شاء الله ربي سهل.
خاني نشحن الناس الكل. لا لا حاضر 100% ان شاء الله نجيبوها من فيها. كيفاش معديه؟ في كورد لاني 1671. حاضرين حضرنا وان شاء الله الامتحان تكون في المتناول. هو دفع معنوي اكثر شيء معناها للصغيرات، راه كي يخرج يلقى الولي ولا حاجه معناها امور نفسيه اكثر شيء معناها امور نفسيه اللي نحن اكثر نعرفوا مش طيب الولي هو اللي يعدي ما عادش تصير تعبنا نحن شويه الاولياء رانا تعبنا شويه وان شاء الله نلقوا الريزلتا ان شاء الله معناها في يجيبونا معادله باهيه ان شاء الله. شهاده وختم التعليم الاساسي العام والتقني بولايه قفصة ترشح لها 1047 تلميذا وتلميذه ب 11 مركز امتحان. عن 1047 مترشح متوزعين على 11 مركز بمختلف المعتمديات على 58 سلسله، وكذلك بالنسبه للتعليم التقني عندنا 9 مترشحين بقفصة وبالمتلوي. بالنسبه للاجراءات هي بيدها هي حمايه التلامذه ونوفر كل الظروف اللي تلامذتنا باش يعدوا في نفس الظروف الامتحانات. ويذكر أن الإعلان عن نتائج مناظرة الالتحاق بالمدارس العددية النموذجية سيتم في 30 من جوان الجاري. وعلى هامش زيارة المتابعة التي أداها إلى المعهد الثانوي فرحات حشاد ببنزرت، أعلن وزير التربية حاتم بن سالم أنه سيتم التعامل بصرامة مع حالة الغش التي تم رصدها خلال اختبارات البكالوريا. 535 حالة غش باش يكون التعامل معها بكل صرامة، لأنه ما فماش تراجع في كما قلت في جدية الوزارة لمجابهة مثل هذه المظاهر الكارثية. إذا التعامل واضح، اليوم ما عادش فما تشكيك في على مستوى العقوبة، العقوبة 5 سنوات معناها تحجير تعدية البكالوريا والرفض من كل المعاهد الجمهورية، وسيطبق القانون على الجميع. في شأن آخر، أشرف رئيس الحكومة يوسف الشاهد صباح اليوم على افتتاح الندوة الدولية حول مستقبل الصفقات العمومية في ظل الرقمنة الذي تحتضنه تونس بداية من اليوم وإلى غاية 20 من جوان الجاري. وأكد رئيس الحكومة في كلمته الافتتاحية أن تونس تواصل تنفيذ مخططاتها في محاربة الفساد مصنفة إياه من أكبر الجرائم في تونس، ووضعت لذلك خطة متكاملة للحد من هذه الظاهرة ودفع عجلة الاقتصاد الوطني وتعزيز مستوى الاستثمار. وأضاف رئيس الحكومة أن من بين القطاعات التي تم تحسينها وتطويرها في هذه المرحلة قطاع الشراءات العمومية وخاصة الصفقات، مؤكدا أن الهياكل العمومية تعمل على التفاعل الإيجابي مع متطلبات المرحلة وتقديم الحلول الملائمة للمساهمة في الاستجابة للتطلعات المتأكدة من سرعة ومرونة في إنجاز المشاريع العمومية. عربيا ودوليا، ذكرت وسائل إعلام رسمية سورية نقلا عن مصدر عسكري سقوط عشرات القتلى والجرحى في هجوم شنته طائرات تابعة للتحالف بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية. وأوضح المصدر العسكري أن الطائرات قصفت أحد المواقع العسكرية في شرق سوريا ليلة أمس، إلا أن الجيش الأمريكي نفى تنفيذ ضربات جوية في المنطقة. وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي غارات على مناطق متفرقة في قطاع غزة. وأفادت مصادر محلية أن طائرات حربية لجيش الاحتلال قصفت 9 أهداف لحركة حماس شمال قطاع غزة فجر اليوم، ردا على ما زعمت أنها طائرات ورقية وبالونات مشتعلة أطلقها فلسطينيون من القطاع وألحقت بعض الأضرار في الأراضي المحتلة. تستمر غارات التحالف العربي بقيادة الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية على محافظة الحديدة اليمنية بتنفيذ 5 طلعات جوية على مديريتي الحالي والصليف اليوم، إضافة إلى مينائها الخاضع بعد إلى سيطرة الحوثيين كما المحافظة. وزير الخارجية الإماراتي أكد أن الهجوم على الحديدة يروم إخضاع الحوثيين لحل سياسي بلا شروط، وأنه مرحلة مفصلية في الصراع الدائري باليمن باعتبار أهمية المحافظة استراتيجيا وأهمية مينائها المشرف على البحر الأحمر والذي يعتبر مدخل الإمدادات الرئيسي للحوثيين.
وفي جنيف حذر المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة زيد رعد الحسين، حذر من التبعات الإنسانية للتصعيد العسكري في ميناء الحديدة اليمني، مؤكدا استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في عدد من دول العالم، وداعيا في الآن ذاته الولايات المتحدة إلى وقف سياستها غير الرحيمة، في إشارة إلى فصل أطفال المهاجرين غير الشرعيين عن أبائهم على الحدود الأمريكية مع المكسيك. أكثر من 100 تقرير حول انتهاكات حقوق الإنسان في العالم تعرض بدءا من اليوم على المجتمع الأممي على هامش أشغال الدورة 38 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وفي افتتاح الدورة التي تستغرق 3 أسابيع عبر المفوض السامي لحقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة زيد رعد الحسين عن قلقه البالغ من هجمة التحالف العربي بقيادة السعودية والإمارات على ميناء الحديدة اليمني، محذرا من كارثة إنسانية محتملة جراء سقوط عدد كبير من الضحايا. وخلال الجلسة التي انطلقت وسط انتقادات أمريكية متزايدة للمجلس وفي ظل توقعات بانسحاب واشنطن منها، دعا الأمير زيد الولايات المتحدة، وهي الدولة الوحيدة التي لم تصادق على اتفاقية حقوق الطفل، دعاها إلى وقف سياستها غير الرحيمة بفصل أطفال المهاجرين غير الشرعيين عن أبائهم عند الحدود الأمريكية مع المكسيك. وكانت سياسة عدم التساهل فيما يتعلق بأمن الحدود التي تنتهجها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أثرت انتقادات دولية واسعة، وفصلت السلطات الأمريكية منذ مايو الماضي وفي غضون 6 أسابيع نحو 2000 طفل عن ذويهم من المهاجرين غير الشرعيين. وفي آخر كلمة له أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قبل انتهاء ولايته في أوت المقبل، قال المفوض السامي لحقوق الإنسان إن هناك انتهاكات كبيرة مستمرة في كوريا الشمالية وضد المسلمين الروهينجا في ميانمار، كما اتهم الصين بمنع نشطاء مستقلين من الشهادة أمام هيئات حقوقية تابعة للأمم المتحدة. ودعا أعضاء المجلس وعددهم 47 عضوا إلى تشكيل لجان دولية لبحث الانتهاكات المزعومة في فنزويلا ونيكاراغوا. أعلنت السلطات اليابانية في حصيلة أولية مصرع 3 أشخاص على الأقل من بينهم طفلة وإصابة أكثر من 230 آخرين جراء الزلزال الذي ضرب محافظة أوزاكا غرب البلاد صباح اليوم. وبلغت قوة الزلزال 6.1 على مقياس ريشتر، وتسبب في قطع إمدادات الغاز عن أكثر من 100,000 منزل وإغلاق بعض المدارس وتعليق حركة السكك الحديدية وإيقاف العمل عدد من المصانع. ويشار إلى أن اليابان توجد ضمن ما يعرف باسم منطقة الحزام الناري، حيث تنشط الزلازل والبراكين. وإلى عالم المهرجانات، حيث يحتفل المئات في هونغ كونغ بمهرجان قوارب التنين، ويتم تنظيم سباق للقوارب يشارك فيه العديد من دول العالم سنويا. ويعد هذا المهرجان أحد المناسبات التقليدية التي يتم الاحتفال بها منذ 2000 عام. وسط تعالي هتافات مئات الآلاف من الحاضرين الذين توافدوا من كل حدب وصوب على ميناء فيكتوريا، انطلق في هونغ كونغ مهرجان قارب التنين السنوي، أحد المهرجانات الصيفية القديمة ويعد واحدا من أضخم الاحتفالات في العالم. لقد جلبت ابني معي ليتمتع بمهرجان قارب التنين، هي المرة الأولى التي أحضر فيها هنا، أنا سعيدة جدا، لقد كان ذلك ممتعا للغاية. فبمشاركة حوالي 300 فريق من الصين ومن مختلف أنحاء العالم، بدأ سباق القوارب السنوي يتنافس فيه 12 قاربا، وكل قارب يقل 18 متسابقا يحدوهم الأمل للظفر بالمرتبة الأولى بعد قطع مسافة 270 مترا في زمن يقل عن دقيقتين، ليتوج أحد الفرق بالكأس ويشارك الحاضرين فرحة هذا الفوز. وكانت القوارب التي شاركت في السباق والتي بلغ طولها تقريبا 12 مترا زخرفت بأحلى الألوان والأشكال، وبدت كأنها تنين يسبح في عرض النهر، لتشد انتباه الحاضرين الذين تمتعوا بهذا المهرجان السنوي، وهو من أحد الأساطير التي ترجع إلى سنة 220 ميلاديا. بهذا نصل إلى ختام النشرة، وهذا تذكير بالعناوين.
المنتخب الوطني يخوض أولى مبارياته مساء اليوم ضد نظيره الإنجليزي في مقابلات كأس العالم لكرة القدم. أكثر من 30,000 مترشح يشرعون في إجراء اختبارات مناظرة ختم التعليم الأساسي العام والتقني للسنة الدراسية الحالية. مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة يعرب عن قلقه من التصعيد العسكري في اليمن ويدعو لتشكيل لجان دولية للتحقيق في الانتهاكات في عدة دول. وبإمكانكم مشاهدين متابعة هذه النشرة والمزيد من الأخبار على بوابة التلفزة التونسية. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.